معانا يا باشمة. السلام عليكم. عليكم السلام، ممكن نعلي صوتنا؟ ماشي حضرتك. بقول لحضرتك والله انا ممكن اكلم الدكتور. معاك الدكتور، اتفضلي. بقول لحضرتك والله يا دكتور هو انا عندي بنت الصوت بس عصبية مش جامد. واضح، يا حضرتك نعلي الصوت شوية. عندي بنتي عصبية جامد. عندك بنتك عصبية؟ عندها كم سنة؟ تمام، يعني ايه ايه مظاهر العصبية اللي عندها؟ يعني اديني امثلة كده. يعني مثلا ايه، مثلا تحب ان تاخد الحاجة بتاعتها، ما تحبش تدي اخوها منها، ان هي دايما دايما عصبية، نقول لها هاتي كذا، يعني تتعصب كده وتبقى متوترة ومش عايزة تعمل الحاجة اللي عايزاها كده. يعني في المذاكرة طبعا بتحفظ الحاجة وتيجي بعد كده نسمعها لها كأنها كانت ست. تسمح لي أسأل طبعا. سؤال؟ هو طبعا حضرتك لما بتوجهيها ناحية شيء أو بتمنعي من شيء، بتزعقي لها بصوت عالي ولا بتكلميها بهدوء؟ أنا ساعات بكلمها بهدوء، بصراحة الكلام طبعا بنضطر إن أنا نتعصب عليه. يعني حضرتك في الأساس عصبية وبتتعاملي معاها بشيء من الحدة شوية في التعامل. تمام، حضرتك تسألها حاجة تانية؟ لا أنا كنت لسه أسألها، هي خلاص جاوبت على السؤال. هي البنت جايب العصبية منين إلى حد ما يعني؟ طيب احنا بنشكرك على السؤال وتابعينا من خلال الشاشة. طبعا هي موضوع العصبية، لو هنرد على السؤال الأول بعد كده نستفيض في النقطة اللي احنا قلنا عليها. موضوع العصبية، خلينا نقول انه ايه الحاجات اللي بتزود قوي العصبية عند الأطفال. مبدئيا العصبية كسلوك ممكن يكون سلوك وراثي، يعني متاخد من الأم، من الأب، من الجد، من الجدة، موجود عادي جدا، ولكن معمول له عملية إطفاء، هو مش شغال عند الطفل مجرد ما اتولد وبدأ يكبر في البيئة اللي موجود فيها. في عوامل كتير هي اللي بتظهره وبتطلعه للأسف كشبح كبير جدا، زي الأم ما قالت كده بالظبط، إن قد تكون هي معالجتها للعصبية اللي هي مدركة إن البنت واخدة جزء كبير من الأهل بطريقة خاطئة، زي مثلا مثال مقابلة العناد بالعناد، وده جزء خطير جدا، لأن الأم بتحاول تستخدم سلطتها في الصوت العالي وسلطتها إن هي أكبر من البنت في محاولة كبح الطلب أو العند اللي الطفل أو الطفلة بيقوم بيه. النقطة التانية التدليل الزائد، بنحاول أحيانا بمعالجة العصبية إن احنا ندلع شوية علشان نسترضي الطفل ده إنه ما يفضلش يعاند فينا طول الوقت، فده بيبقى شيء خطر كبير. الجزء التالت والأخطر هو المقارنة. للأسف الشديد كتير من الأهل لما بيلاقوا سلوك سلبي عند الابن، بدل ما يتطرقوا للبحث وراءه ومعالجته، يبدأوا نفسيا يسقطوا هو اللي حواليه بيعملوا ايه. وطبعا حضرتك فاهم لما بيكون في بيئة اجتماعية فبيبقى في عين اكتر على الطفل العندي او العصبي، فيبدأ الطفل ده يتقارن اوتوماتيك بالهادي او الكويس. طيب ايه الحاجات اللي ممكن نبدأ ناخدها مع الحالة دي 5 سنين؟ رقم واحد، احتواء الطفل كويس جدا. الطفل لما بيجي يزعق او بيجي يعاند بيبقى شايف قدامه الام او الاب وحش كبير قوي، يعني بالنظره بالطول وهكذا، لازم الام تنزل على ركبتها وتبدا تتكلم مع الطفل ده تبقى واحده في واحده. مستواه وهي بتكلمه. بالظبط كده، بالظبط. ودايما نقول جربوها لو الام وقفت على كرسي عالي والاب وقف يعني قاعد على ركبته وبص للام، الموضوع بقى فيه اختلاف كبير جدا. يبقى رقم واحد احتضان الطفل كويس، او رقم اتنين المدح بشكل ايجابي في السلوكيات فعلا الكويسه. احنا بنقول ان الاطفال لا يمكن يبقوا شياطين بالمره ولا ملائكه بالمره، ولكن الاغلب للطفل انه طبعا عنده سلوكيات كويسه جدا موجوده، ما نقدرش ننكرها. يعني نوضح الحته دي، يعني اما نتعامل مع الطفل نتعامل مع سلوكياته مش شخصه. طبعا يعني نمدح السلوك اللي عمله كويس، بالظبط. ولو هنقول له ونوجهه على السلوك السلبي نكلمه على السلوك اللي مش كويس، مش ما نقولوش انت وحش او صحيح. انت كذاب او هي انت لا. القاعده بالظبط اللي حضرتك بالظبط بتتكلم عنها، اللي هي السلوك لا الشخص، ودي قاعده في الحياه عموما، انه حتى المجرم اللي بيعمل سلوك سيء بيتعاقب على هذا السلوك اللي عمله وبياخد عقوبته عليه. فالطفل ما ينفعش ان هو لما يعمل سلوك سيء ابدا انا امحي الشخصيه دي اللي انا اصلا ببنيها واللي انا اصلا بزرع فيها بشكل ايجابي وابدا اعاقب الشخص ككل. كلمه انت كويس، انت ممتاز، انت جيد، كل الكلمات دي مرفوضه تماما. اللي انت عملته ممتاز، اللي انت عملته جيد، اللي انت انجزته شيء رائع، لو انت انجزت ده بشكل اكبر هتحقق نتائج افضل. فكل ده تدعيم. وطبعا لما يكون في سلوك سيء اقول انت ممتاز وكويس، ولكن الجزء اللي انت عملته ده ما كانش ينفع لانه اضراره كذا كذا كذا، ما كانش ينفع تاكل الاكل ده دلوقتي لان انت كده هتتعب وكذا كذا كذا.